ويحيي ويميت وإليه ترجع. في يا عم يا اسطى، انا بصور دلوقتي يعني. بص قدامك يا اسطى لما تيجي تمشي. قلت لك لا مؤاخذه يا صاحبي. طب ماشي يا عم، بص قدامك الطريق يعني واسع، ما جتش تخبطني كده. انا بنهزر والله. بتهزر؟ اه. لا انت قصد انك انت ترزل عليا، انت قاصد وجاي عايز ترزل عليا. طب والله العظيم ما شفتك. على العموم يا عم، انا بسجل هنا اصلا قران، بسجل قران وكده وبسال اسئله. تعالى اما اسالك. تعالى بقى اسالني يا عم. انت خبطتني وانا هسالك. تعالى اقف لي هنا، في فلوس. تعالى هسالك سؤال. كام يا عم؟ انا هسالك سؤالين والسؤالين ب1000 جنيه. سؤالين بكام؟ ب1000 جنيه. ب1000 جنيه. فين 1000 جنيه؟ 1000 جنيه اهو معايا ولا لا؟ 1000 اهو. تمام. اه تمسك. لا ماشي. تجاوب على الاسئله. تجاوب ماشي. على الاسئله تديك ال1000 جنيه يا عم. ماشي. لما انت شفت معايا ال1000 جنيه وقدامك سؤالين تجاوب عليهم تاخد معانا ال1000 جنيه. بس لو سؤال جاوبته غلط. لو سؤال جاوبته غلط مش هتاخد ال1000 جنيه. ماشي تمام يا عم. يلا السؤال الاول معانا بيقول: كم عدد مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو في اكتر من واحده يعني؟ في اكتر من واحده. هي ستنا حليمة. لا في غير ستنا حليمة. ستنا حليمة كانت من مرضعات النبي، لكن في غير. لا ما اعرفهاش. ما اعرفش السؤال ده. هتضيع منك ال500 جنيه ليه؟ ما اعرفوش والله. يعني انت جاي خابطني وقاصد تنزل عليا. يا عم اسالني سؤال تاني. اسالك سؤال تاني. السؤال بيقول: ما جزاء المتقين عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني لو جبت لك السؤال ده تديني ال 500 جنيه؟ هديك ال 500 جنيه. انت عارف الجواب ولا هتقعد تناحي فيها وخلاص؟ طب سيب المايك. طب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ايه رايك بقى؟ هات ال 500 جنيه. اديك ال 500 جنيه. 500 جنيه. ادي 500 جنيه اهمت. سبت معايا 500 جنيه يا عم. تمام. وبص يلا عايز اقول لك على حاجه. اه.